خلينا نتابع فاينانشال تايمز اللي قالت ان اسرائيل اقترضت 6 مليارات دولار من اجل تمويل الحرب على قطاع غزه. ده بيخلينا نتساءل ليه لجأت اسرائيل للاقتراض مبكرا؟ هل ده مؤشر على انهيار الاقتصاد الاسرائيلي؟ هل الدعم الامريكي ده كله اللي احنا شايفينه غير كافي؟ عشان نجاوب على هذه التساؤلات معانا على الهواء الدكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره. صباح الخير على حضرتك دكتور هشام. صباح الخير، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. يعني بدايه، لماذا تلجا اسرائيل للاقتراض المبكر في بدايه هذه الحرب؟ مؤكد الكلفه بتتزايد وبشكل كبير وعلى اكثر من محور. المحور الاولاني هو استدعاء قوات الاحتياط، ده معناه ببساطه انه في كلفه كبيره اذا كان للافراد اللي بيتم استدعائهم. والمحور الثاني الاكثر اهميه هو التسليح، لانه مؤكد موازنه التسليح بتتزايد بفعل ما يحدث يوميا، لانه في استنزاف واستهلاك للوقود، في استهلاك واستنزاف للذخيره، فده كله بيبقى معناه مزيد من الكفر. صحيح، على الرغم من الدعم والمسانده اللامحدود من جانب الولايات المتحده الامريكيه، الا انه بالتاكيد اسرائيل حاليا في اطار اقتصاد الحرب، واقتصاد الحرب ده ببساطه شديده معناه انه الجزء الاكبر من الموازنه العامه بيوجه لموازنه التسليح، وده بالتاكيد بياتي على حساب الجزء اللي بيخصص للتنميه والاعمار وللمواطن، وده بالتاكيد هيستنزف الاقتصاد الامريكي وهيرهق المواطن. اتصور انه هيرهق الاقتصاد الاسرائيلي وهيستنزف ايضا ويرهق المواطن الاسرائيلي، واتصور انه هيكون في رد فعل بعد فتره زمنيه ليست بعيده. مؤكد انه ما زال حاله الاحتقان والضغط على المواطن الاسرائيلي شديده بفعل ما حدث في 7 اكتوبر، لكن كمان اتصور انه الاثر مش بس النفسي، لكن الاثر المادي والاقتصادي هيتزايد تباعا مع تردي الوضع الاقتصادي. ومؤكد ان اسرائيل هتحتاج بشده لمزيد من التمويل عن طريق الاقتراض، مؤكد انه هيكون الاقتصاد الاسرائيلي موجه لمزيد من التخفيض على مؤشرات التصنيف الائتماني، وده كله ثمن منطقي وطبيعي لانه اي دوله بتدخل حرب مؤكد انه الوضع الاقتصادي بيزداد سوء. طيب دكتور، كل بيقول ان اسرائيل لن تتاثر بسبب دعم الولايات المتحده، واراء اخرى تانية بتقول انه اسرائيل مش هتقدر تكمل في الحرب بسبب ان ده بيكلفها كلفه كبيره. اسرائيل هل تتاثر بفعلا برغم الانهيار، برغم الدعم الكبير اللي بتقدمه لها الولايات المتحده الامريكيه؟ بالتاكيد هتتاثر، وهتتاثر بشكل كبير للغايه، وده مؤكد انه هيبقى عنصر الضغط على الفترة الزمنية وعلى استمرار العمليات العسكرية. ومؤكد انه الاقتصاد الاسرائيلي حاليا في حالة حصار، لانه مؤكد مع تخفيض التصنيف الائتماني ومع تدهور الوضع الاقتصادي، مؤكد انه هيكون كلفة التعامل الاقتصاد الاسرائيلي مع المجتمع الخارجي هتتزايد، يعني كلفة التمويل هتتزايد، كلفة الشحن والتأمين على البضائع هيتزايد، وبالتاكيد كل ده هيأثر في النهاية على الأسعار، هيأثر في النهاية على مستوى معيشة المواطن الإسرائيلي في الداخل. وإحنا يمكن شفنا الحقيقة عمليات هجرة تتزايد من جانب الإسرائيليين في الحدود الأراضي المحتلة، وده أمر منطقي وطبيعي. وأتصور أنه كمان إسرائيل سوف تحتاج خلال الفترات القادمة لمزيد من العناصر البشرية، لأنه هو الحقيقة كان جزء مهم من المواطنين الفلسطينيين، بيساعدوهم مش بس كقوه انتاجيه لكن كمان كقوه استهلاكيه. احنا بنتكلم على مواطنين قطاع غزه 2.3 مليون ناس، الضفه الغربيه 2.5 مليون ناس، دي كلها كانت قوه استهلاكيه بتستنزف او بتستهلك جزء مما يتم انتاجه في المصانع والشركات الاسرائيليه، وايضا هذه القوه البشريه كانت بتساعد في العمليات الانتاجيه. فاسرائيل بحكم ما تفعله يوميا هي الحقيقه لا تحظى بهذا القدر من الاستهلاك اللي بيدعم شركاتها، او الانتاج اللي بيدعم ايضا شركاتها. البنك المركزي الاسرائيلي خصص مع بدايه الحرب حوالي 25 مليار دولار لاقتصاد الحرب، هناك مساعدات امريكيه بتصل الى 14 مليار دولار. حديث عن هذه الارقام، الى اي مدى ممكن ان تدعم الاقتصاد الاسرائيلي، خاصه انه في بعض التقارير بتتحدث انه طول امد الحرب
وتحديدا إذا طالت إلى ما يقرب 3 أشهر، فده هيعرض الاقتصاد الإسرائيلي لحالة من حالات الانهيار الشديد. هل متوقع يحدث ذلك بالرغم من كل الإمدادات الداخلية سواء البنك المركزي أو خارجيا متمثلة في الولايات المتحدة؟ لا، اتصور 3 شهور لن تكون مده كافيه، لانه ما ننساش ان الاقتصاد الاسرائيلي هي قبيل الحرب كان في حاله جيده، وما ننساش ايضا الدعم الامريكي. واتصور انه الاثر السلبي مش بس حتى لو طول الفتره الزمنيه لما يتجاوز 3 أشهر، الاثر مش بس هيكون على الاقتصاد الاسرائيلي، لكن اتصور انه كمان هيكون على المواطن الامريكي اللي بالفعل هو الاقتصاد الامريكي والمواطن الامريكي اللي هي بيدفع ثمن كبير للغايه من مسانده غير مبرره لازمات على المستوى الدولي، سواء كان الازمه الاوكرانيه او ملف اسرائيل. بالتاكيد المواطن الامريكي ايضا هيؤدي لمزيد من الضغط خلال الفترات القادمه على الاداره الامريكيه. احنا الحقيقه شفنا العراق الشديد فيما بين الكونجرس والاداره الامريكيه خلال الاشهر الماضيه في الملف الاوكراني، واتصور انه هذا الامر ايضا بيتجدد مع الملف الاسرائيلي. احنا داخلين على عام حاسم في الانتخابات الامريكيه، اتصور انه من جراء السياسه الامريكيه في ملف اوكرانيا او في ملف اسرائيل هيكون له انعكاس كبير للغايه على الانتخابات الامريكيه. طيب احنا شايفين تخبط في السياسه الاسرائيليه تجاه الاقتصاد، وتخبط اقتصادي كبير سواء ما بين الاقتراض المبكر اللي لجأت إليه إسرائيل بالرغم أنها حصلت على معونات كبيرة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا استدعاء الجنود اللي موجودين في الاحتياط، وإحنا عارفين أن هم دول هم أصلا العاملين في المصانع وغيرها، بالإضافة طبعا لتأثر الاقتصاد بسبب عدم وجود سياحة. خطة إسرائيل حضرتك متخيل كيف ستتعامل في الفترة القادمة؟ التخبط، مزيد من التخبط، لانه كما اشرنا الاقتصاد الاسرائيلي حاليا تحت الحصار، الدوله الاسرائيليه نفسها تحت الحصار، وكلفه التعامل بتتزايد خارجيا، ومساله انه يكون في علاقات سواء كانت تجاريه او استثمارات. احنا الحقيقه شفنا هروب للاستثمارات الاسرائيليه خلال الاسابيع الماضيه بشكل كبير للغايه خارج الحدود الاسرائيليه، وده كله هيأثر اتباع يعني الاثر السلبي سوف يمتد، لانه حتى لو انتهت الازمه الحاليه اتصور ان الاقتصاد الاسرائيلي سوف يستمر في النزيف، لانه استعاده الوضع الاقتصادي اللي كانت عليه اسرائيل قبيل هذه الازمه هيكون صعب للغايه وهياخد فتره زمنيه طويله، حتى على الرغم من المسانده والدعم اللامحدود من جانب الولايات المتحده الامريكيه، لانه لكن اتصور انه الوضع الاقتصادي دفع ثمن كبير للغاية ويستمر في سداد هذه الكلفة طالما استمرت هذه الأزمة مشتعلة. أكيد، كل الشكر ليك الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك.